تجاربه لا نهائية العدد. حضرتك اللي هتغني. لم الشمل بلاش تفكيكة. حاجة تانية وهي التمثيل. يا أبيمة أنا بحبس كلمة الحق في زوري. زملكاوي للأسف. أنا شجعت في أهلويته. صلع النبي أهلي، صلع النبي زمالك. بابا أنا هغلبك 10-0. شوف ردة فعل إبراهيم عيسى لما غلب ابنه في البلاي ستيشن. الفرحة دي كلها عشان هزمت 4-0 بس. على حجر مش طايق أصواتنا أصلا. معكم منى الشاذلي، السبت الساعة 11 مساء على CBC.